لمناقشة أوضاع النازحين في العراق وأزمة حصولهم على أوراق ثبوتية ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. النازحون كما تعرفون بدون أوراق ثبوتية أو يكون من الصعب الحصول عليها، ولكن السؤال المطروح هنا أستاذ ضياء، إلى أي مدى بات من الظلم الحديث بعد نحو 5 سنوات على إعلان الحكومة إنهاء الحرب على تنظيم داعش من أنهم لا يستطيعون الحصول على أوراق ثبوتية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جميع حقيقة الأمر مع النازحين والوثائق الثبوتية وشرعيتهم، هل هم عراقيين أو غير عراقيين، هذا الأمر بسيط لمعرفته، لأنه العراقيين نعرف هي لحمة اجتماعية. إذا تقول لي من منطقة فلان، راح يعني نسأل بهاي المنطقة هل هذه العائلة وهذا الشخص كانوا موجودين هنا، وهذه الثبوتية بعدين عن طريق البطاقة التموينية أو عن طريق الوثائق الأخرى إذا كانت دراسة، إذا كانت إلى آخره من المستندات. يعني هي القضية حقوقية والقضية مهنية، وليست القضية يعني حسب ما يدعون أنه ممكن السيطرة على هذه الأشخاص، لأنه دخلوا في هذا الزمن بالدولة الإسلامية غير عراقيين إلى المنطقة. السؤال هو الذي يطرح إلى الجانب الحكومة، كيف تمنحون الجنسية العراقية إلى أشخاص هم غير عراقيين من الدول المجاورة، إذا كانت من إيران وإذا كانت من تركيا، لسبب الاتفاقات السياسية الموجودة بين الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق. الأمر هو الأمر يعني قضائي وممكن حله بأبسط الطرق، لكن هذه المشكلة هي يعني لها عواقب كبيرة. طيب، على المجتمع. طيب أستاذ ضياء، في هذا الإطار التفتتم إلى نقطة مهمة جدا. منظمة هريكار الإنسانية تحدثت عن وجود أكثر من 26,000 نازح في العراق لا يمتلكون وثائق ثبوتية. هذه الأعداد وهي أكثر طبعا بحسب منظمات محلية. عدم إصدار وثائق ثبوتية لهؤلاء الأشخاص، هل هو يشير إلى وجود سياسة عقاب جماعي ضد هذه الفئة المهمشة أستاذ ضياء؟ نعم، بالإضافة إلى العقاب الجماعي وبالإضافة إلى 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 تداعيات هذه، هو التبديل الديموغرافي الذي يحدث بالوقت الحاضر في العراق، وتجنيد أو تجنيس بعض الأجانب الموجودين في العراق على هذا الأساس، لأنه الأحزاب السياسية الحاكمة هي تريد تبدل المنطقة الجغرافية في العراق، إذا كانت في شمال الموصل وإذا كانت في الرمادي أو في الكوت وبقية المناطق المحيطة. يعني حقيقة المجاورة لإيران والمجاورة إلى تركيا، نحن نعرف كثير من الأتراك الأكراد دخلوا إلى العراق وأخذوا الجنسية العراقية على أساس هو كردي، وهو كردي تركي ليس لنا علاقة به. هذه الموضوع هو تبديل ديموغرافي للمجتمع العراقي، وهذا برنامج يعني قاعد تتخذ الحكومة وهو من يترأس الحكومة بهذه الوضعية، لأنه الذين يحكمون في العراق ليست ولاءهم للعراقيين، وأن ولاءهم للدول الجوار أكثر مما ولاءهم للعراق أو لأبناء جلدتهم. أستاذ ضياء، عدم منح أوراق ثبوتية للنازحين، ألا يعد هذا تضاربا في موضوع توجهات الحكومة إلى إخلاء المخيمات؟ كيف يعيش هؤلاء بدون أوراق ثبوتية؟ سيعرضهم للمساءلة القانونية. نعم، هو هذا الموضوع اللي قاعد تبحث عليه الحكومة العراقية. هي تريد أن الموجودين في المخيمات، النازحين إلى المخيمات والعودة إلى أماكنهم، أولا لا توجد البنية التحتية حتى يعود هذا الشخص إلى المنطقة اللي هو يسكن فيها سابقا، لأنه لا توجد المؤسسات الحكومية التي ممكن تشرف على رعاية هؤلاء اللاجئين. إذا كان عددهم 26,000 شخص من اللاجئين الموجودين النازحين، وأكثر هذا العدد لأنه أكثر النازحين هم ساكنين عند أقاربهم أو في قرى من القرى التي تسكن فيها أقاربهم أو في المدن التي تسكن بها أقاربهم. إذن الموضوع هو برنامج معد
لتغيير الديموغرافي في العراق، وهذه قضية منافية لكل الأعراف الدولية ولكل الأعراف الحقوقية للعيش الكريم في البلد الذي لا يمكن أن تعيش فيه إذا كانت البنية التحتية في هذه المناطق المنكوبة غير معمرة وغير صالحة للسكن. أستاذ ضياء، هذا من واجبات وزارة الهجرة والمهجرين، لماذا لم تتدخل والتي هي من المفترض أن تمتلك سلطات واسعة بهذا المجال لكي تنهي معاناة النازحين؟ لماذا تقصر وزارة الهجرة في هذا المفصل تحديداً؟ حقيقة كثير من موظفي وزارة الهجرة الموجودين في العراق الذي يتحكمون في هذه السياسة هم غير عراقيين، يعني أنا أعرف كثير من عندهم أشخاص اللي كانوا في أوروبا وعادوا إلى العراق اللي هم يحملون ازدواجية الجنسية، وهذه الموضوع واضح لأنه هؤلاء الأشخاص ليس لهم انتماء للعراق. الذي أسس هذه الوزارة، وزارة المهجرين، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لها نوايا خبيثة بهذا الموضوع. طيب أستاذ ضياء، عدم منح أوراق ثبوتية للنازحين، هل نفهم منه عدم عودتهم لمناطقهم التي هجروا منها؟ أخي العزيز، كيف يمكن شخص يعود إلى منطقته ولا يحمل الوثائق الرسمية التي تثبت عراقيته، لأنه يحتاج إلى كثير حتى تستمر حياته الطبيعية مع الدوائر الرسمية ومع المؤسسات الدولة الأخرى ومن ناحية العمل، وكل الأشياء متطلبة على أساس الجنسية، وإذا هو فاقد إلى كل الوثائق لسبب الحروب التي حدثت في العراق والحكومة العراقية تمنع من هذه الممارسة حق المواطن بحملة الجنسية العراقية وهو عراقي، عراقي الأصل، وممكن إثباته، نقول لك ممكن إثباته بصيغة قانونية وبصيغة شرعية وليست بهذه الموضوع. أنه أنتم كيف تمنحون ناس ما هم عراقيين وتمنحوهم الجنسية العراقية؟ على أي أساس؟ شو الاستند عندكم؟ والمستندات الموجودة عند النازحين الموجودين في العراق، النازحين الموجودين في المخيمات، هم عراقيين أغلبهم، يعني أنا ما بعرف الإحصائية كم من عندهم فقدوا الوثائق الرسمية الذي تخص إثباتيته كعراقي. عبر سكاي من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.